السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في النشرة المسائية من قناة السعودية، ونذكركم ببدء منع التجوال من الآن. وبداية النشرة بالعناوين: خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيسة الجمهورية اليونانية بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وترامب يتعهد بعودة العجلة الاقتصادية وتخوف أوروبي من نشوء بؤر جديدة لكورونا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة إيكاتيريني ساكيلا روبولو رئيسة الجمهورية اليونانية بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها ولحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة لرئيسة الجمهورية اليونانية بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. أشادت منظمة الصحة العالمية بجهود المملكة المتواصلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وعبر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في حسابه بتويتر عن شكره لحكومة المملكة عقب إرسال جملة من المساعدات الحيوية المتخصصة للفيروس المستجد كوفيد-19 إلى جمهورية اليمن تضامنا مع الحكومة والشعب اليمني، مؤكدا على ضرورة تحلي كافة المجتمع الدولي بحس التكافل والالتزام لتخطي هذه الأزمة. أعلنت وزارة الصحة اليوم خلال الإيجاز اليومي المشترك مع عدد من الجهات الحكومية حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة تسجيل 205 حالات جديدة مصابة بالفيروس المستجد. في المملكة العربية السعودية بلغ عدد الحالات الجديدة المسجلة بهذا الفيروس 205 حالات، تضاف إلى ما تم إعلانه سابقا. من بين هذه الحالات 119 حالة، هي أكثر من النصف في هذه الحالات، هي لحالات ارتبطت بالسفر والقدوم إلى المملكة العربية السعودية من الخارج، وهي لحالات تم عزلها صحيا منذ قدومها ودخولها من المنافذ في المملكة العربية السعودية. وهذا حقيقة يعطي أهمية والثمار التي تم جنيها من هذه الخطوات الاحترازية المبكرة لعزل الحالات صحيا منذ دخولها إلى المملكة العربية السعودية، وبالتالي ظهور هذه الحالات يعتبر تحت السيطرة والمراقبة والمتابعة الصحية بشكل استباقي. بلغ عدد الحالات الأخرى 86 حالة، كانت ما بين 43 حالة هي لحالات مخالطين لحالات إيجابية تم إعلانها سابقا. هذه الحالات أيضا بشكل مسبق كانت تحت المتابعة والمراقبة الصحية، وثبت كونها مخالطة لهذه الحالات بأنها حالات إيجابية ومؤكدة بالإصابة بالفيروس، وتتلقى الآن الرعاية الصحية اللازمة. وهذا يؤكد مجددا بأن المخالطة للحالات أمر جدا قد ينتج عنه لا قدر الله الإصابة بالفيروس. ونؤكد على الجميع بالبعد عن التجمعات، سواء كانت هذه التجمعات من عدد محدود، طبعا العدد الكبير لا شك أنه خطير جدا، ولكن حتى العدد المحدود داخل منازل أو خارج منازل أمر جدا خطير ونحذر الجميع منه. بقية الحالات هي حالات قيد الاستقصاء الوبائي.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن أغلب الحالات المصابة في المملكة بحالة جيدة، معلنا في الوقت ذاته عن تسجيل أول حالة وفاة في المدينة المنورة. وبذلك يصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة العربية السعودية منذ بداية تسجيل هذه الحالات إلى 767 حالة. من بين هذه الحالات معظم الحالات بحمد الله في حال وضع صحي مستقر ومطمئن، ويتم تلقيها للرعاية الصحية بالشكل المناسب ووفق المعايير والأدلة العلاجية. وثلاث حالات من بينها هي حالات حرجة صحياً، وحالة وفاة. وحالة الوفاة هي الحالة الأولى المسجلة، وهذه الحالة هي لمقيم أفغاني بلغ من العمر 51 عاما، سجلت في المدينة المنورة. تقدم للحصول على الرعاية الصحية في قسم الطوارئ، وكانت حالته متأخرة صحيا وتدهور وضعه الصحي بشكل متسارع، وتوفاه الله ليلة أمس. هذا كما أعلن الدكتور محمد العبد العالي عن ارتفاع حالات الشفاء في المملكة بحمد الله إلى 28 حالة. الحالات المتعافية بحمد الله تعالى ارتفعت وبلغت بإضافة 9 حالات إليها عدد 28 حالة بحمد الله. نتمنى بإذن الله لمن يتلقون الرعاية الصحية وهم مصابين بهذا الفيروس السلامة والشفاء والعافية. نواصل التأكيد للجميع بأهمية التقيد بالنصائح والإرشادات والتعليمات الصحية، أهمها هي ما يتعلق بالسلوكيات الصحية والنظافة الشخصية ومداومة غسل ونظافة اليدين، الالتزام بالبقاء بالمنازل لأطول وقت ممكن، وعدم الحضور لأي اجتماعات أو تجمعات قدر الإمكان، والمباعدة عن الآخرين. فيما يتعلق بمن لهم توصيات بالعزل الصحي استكماله ل 14 يوم حتى انتهاء الفترة بشكل كامل وبالتزام كامل. ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب الالتزام العالي للمواطن والمقيم تجاه قرار منع التجول في كافة مناطق المملكة. بالأمس كان أول يوم لتطبيق قرار منع التجول. بفضل الله تعالى تم مباشرة تطبيق قرار منع التجول يوم أمس، يوم الاثنين الموافق 27/7/1441 في كافة أنحاء المملكة، وبفضل الله تعالى لا توجد أي ملاحظات تم رصدها. لمسنا من خلال نتائج تطبيق قرار منع التجول في اليوم الأول التزام عالي من قبل المواطن والمقيم، وذلك يدل على إدراكهم لأهمية هذا القرار. كذلك يعطي لنا كرجال أمن دافع أكثر لذلك، ونأمل منهم المحافظة على هذا المستوى الالتزام لكي يتم قطع ومنع انتشار فيروس كورونا. هذا وأكد المقدم طلال الشلهوب تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على كل من يقيم أو يقوم بنشر الشائعات حول قرار منع التجول. تم التعامل مع عدد محدود من المخالفات في أثناء وقت قرار منع التجول، وتم تطبيق التعليمات بحقهم مباشرة. كذلك رصدنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعض المقاطع التي ظهرت تهون وتقلل من قرار منع التجول. بفضل الله تعالى قامت الجهات الأمنية بضبط من قام بتصويرها وتطبيق التعليمات بحقهم. كذلك من يسعى للتشكيك بقرار منع التجول وعدم الالتزام به وتصوير ذلك وقت قرار المنع، تم ضبطهم وتطبيق الغرامة الخاصة والعقوبة الخاصة بتطبيق قرار منع التجول القاضية ب10,000 في المرة الأولى، وتضاعف المرة الثانية، وفي المرة الثالثة عقوبة السجن بما لا يزيد عن 20 يوما. كذلك تطبيق عقوبة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لن نقف على تطبيق نظام منع التجول عقوبات منع التجول، كذلك سيتم تطبيق قرارات منع قرارات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. لدينا أكثر يعني من حالة رصدت وقبضت، وجاري كذلك الإعلان عنها، سيتم الإعلان عن أي حالة مباشرة
وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة عليهم. في الوقت نفسه أهيب جميع المواطنين والمقيمين بالتصدي للشائعات. أنتم حجر الزاوية الأول، أنتم الأساس، أنتم من تقف لديه الإشاعة. عندما يتناقل شخص واحد إشاعة ويرسلها لأكثر من مجموعة ستتضاعف وتتضاعف. كل جهة مسؤولة وكل جهة حكومية لديها حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، لدينا وكالة الأنباء السعودية واس الأنباء، جميع البيانات يوميا فيها على هذا المنبر يتم نشر الحالات وبكل شفافية عالية. ويأتي من يروج لبعض الإشاعات ويتناقلها وتصلني على جوالي وعلى جوالاتكم وعلى جميع. دورنا اليوم المحافظة على هذا الوطن بمنع هذه الإشاعات، وأؤكد أنها سوف ترصد من قبل الجهات الأمنية وتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبد الرحمن الحسين الوفرة في جميع السلع بجميع المتاجر. مع انقضاء أول يوم لمنع التجول، ولله الحمد الفرق الرقابية تتواجد في كافة منافذ البيع في مختلف مناطق ومدن المملكة. السلع فيها وفرة كبيرة جدا والمخزون عالي، إضافة إلى التحقق من استمرارية كافة الخدمات المقدمة للمواطن من تموينات، من هايبر ماركت، من محل لبيع اللحوم، من محل لبيع الدواجن، الأسماك، الخضار، الفواكه، المخابز بمختلف أنواعها، كلها مستمرة في تقديم الخدمة للمواطن، سواء كانت في أوقات السماح بالتجول أو حتى في خارج أوقات السماح. في أوقات المنع هي مفتوحة وتقدم كافة الخدمات، ولكن عبر تطبيقات التوصيل الإلكترونية. وأشار المتحدث لوزارة التجارة أن الفرق الرقابية باشرت 3000 بلاغ، نصفها حول رفع الأسعار، وأن الفرق الرقابية صارمة في اتخاذ القرار حول رفع الأسعار المفتعل. خلال ال 24 ساعة كان هناك 3300 بلاغ من المستهلكين تمت مباشرتها فورا. حوالي نصف هذه البلاغات فيما يتعلق بارتفاع الأسعار كانت على الخضار والفواكه وارتفاع أسعار في المعقمات والكمامات، كلها أيضا تم رصدها. قضية التلاعب في الأسعار هي خط أحمر، الوزارة لا تتجاوز عنها أو تتغاضى أبدا. ببساطة يتم الرجوع إلى هذا المتجر أو المنشأة، ومن ثم إلى فوترة السلع التي اشترى بها البضائع، ومن ثم يتم الكشف بسهولة وبساطة عن مسألة رفع السعر المتعمد وافتعال أزمة. لذلك الفرق الرقابية صارمة في ضبط هذه المخالفات. وبين المتحدث لوزارة التجارة أن قرار منع التجول مكن كافة المنشآت التجارية من مزاولة أعمالها على مدار الساعة وتقديم الخدمات حتى خارج أوقات منع التجول. قرار منع التجول يمكن كافة المنشآت الأساسية في الأنشطة التسعة التي ذكرناها بالأمس أنها تزاول كافة أعمالها، الهايبر ماركت، وأكرر المحال بيع اللحوم، التموينات، الدجاج، الأسماك، الخضار، الفواكه، المخابز، كلها تسير وتعمل على مدار الساعة وتقدم الخدمات حتى في أوقات خارج المنع من التجول. طبعا رصدت الفرق الرقابية حركة هذا اليوم، طبعا حركة شراء وإقبال على المتاجر متوسطة إلى مرتفعة قليلا، لا زالت في إطار المنطقي. احنا دائما نؤكد للمستهلكين رسالة واضحة، الاستهلاك باعتدال، وأن تكون فترات التسوق موزعة على مدار اليوم، ألا نتسوق في اللحظة الأخيرة، وألا نسرف في الشراء ونشتري شيء زائد لا حاجة لنا به، في ظل الحمد لله وفرة كبيرة من المخزون والسلع. ولمتابعتنا أكثر حول هذه الجائحة وما تقدمه المملكة احترازيا وخدمة للمصابين، يسرنا يكون معنا من الدمام نائب رئيس نادي الاتفاق الأستاذ حاتم المسحل. والأستاذ حاتم هو أحد المصابين بفيروس كورونا. مساء الخير أستاذ حاتم، بداية نقول لك أو ندعو الله لك بالشفاء العاجل، وبإذن الله أن تعود لكل محبينك وأنت بصحة وسلامة. رسائل إيجابية أيضا، روح عالية تبثها من خلال صفحاتك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أستاذ حاتم، أطلعنا في البداية على وضعك العام. مساء النور أخوي، حب أمسي عليك والأخوة المستمعين والمشاهدين. قبل كل شيء يعني أحمد الله سبحانه وتعالى على قضائه وقدره، الحمد لله على كل حال. وأحب بكل صدق أن أتقدم بالشكر لقيادتنا الرشيدة ومثلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه وسمو ولي عهده على
القرارات والخدمات المقدمة بشكل منقطع النظير لراحة كل شخص موجود على هذه الأرض بكل أمانة، مواطنين ومقيمين. الحمد لله هذا الشيء يعني أنا شخصيا لمسته من أول يوم رجعت من السفر قبل 10 أيام وإلى هذه اللحظة، من الرعاية والاهتمام والأخوان الله يجزاهم خير في وزارة الصحة كأطباء وممارسين صحيين وإداريين بكل أمانة وبدون مجاملة، مجهودات رائعة وجميلة وسعة صدر، والحمد لله على هذا الفضل وهذه النعمة بكل أمانة. نعم أستاذ حاتم، يعني نريد أن تطلعنا على تجربتك مع الإجراءات الصحية، أيضا أثناء قدومك من خارج المملكة ذكرت قبل 10 أيام، ما هي الإجراءات التي تمت معك، أيضا كيف كان التعامل بشكل عام؟ وصلت من مدينة لندن يوم السبت قبل 10 أيام تقريبا، قبل الحظر بيوم واحد. الاستقبال كان يعني مثالي، مرينا من أمام كاميرا لقياس درجة حرارة، ثم الأخوان في وزارة الصحة يعني أخذوا أسئلة من المسافرين وسألوني، وذكرت لهم أني أعاني من بعض أعراض الزكام البسيطة جدا، لا يوجد حرارة عالية ولا ضيق في النفس، فأخذوا جميع المعلومات وطلبوا مني أن أتواجد في العزل المنزلي ولا أخرج إلا للضرورة القصوى، وإني ألبس يعني كمامة. نعم. في هذه الحالة، والحمد لله التزمت، تابعوا معاي هم من خلال الاتصال يوميا، وطلبوا مني بعدها بيومين بحكم أن الأعراض الزكام ما زالت موجودة يعني، إني أذهب لأقرب مركز صحي، وتوجهت يوم الثلاثاء صباحا للإخوان بالمركز الصحي في حي الروضة في الدمام. الأمانة استقبال مثالي وفرز الجميع والحريصين على أن لا يختلطون الزوار ببعض. خلال 7 دقائق أجريت الفحص، أخذ الحرارة وأخذ العينة، وأيضا أصروا على الاستمرار في العزل، وجرى الاتصال بي يوم السبت الماضي، أخبروني أن العينة إيجابية، وطلبوا مني التوجه للمجمع الطبي في الدمام حيث أتواجد حاليا، والحمد لله توجهت وكانوا مستعدين، لديهم الاسم ويعني استقبلوني بمكان خاص وودوني للغرفة، غرفة العزل، والحمد لله تواصل مستمر، أخذ درجات حرارة، الطبيب تواصل معي الساعة 1:00 فجرا الله يجزاه خير، أخذ مني جميع المعلومات، أجرى لي الفحوصات الأولية. للأمانة متابعة يعني حضوريا، متابعة بالاتصال، وأعجز عن تقديم الشكر لهم وأكيد جميع زملائهم صراحة يعني يغامرون بأنفسهم ويتواجدون يلبسون ملابس يعني وقائية شديدة عليهم، كل هذا لخدمة المرضى. جميل جدا. طيب أستاذ حاتم، طمنا، وأيضا أكيد أن الزملاء في الوسط الرياضي وأيضا العائلة، حالتك الصحية الآن؟ الحمد لله الأعراض اللي كانت موجودة معي من يوم ما وصلت للدمام الحمد لله زالت بنسبة 90% يعني الحمد إن شاء الله. ولكن علي الاستمرار، الأخوان أخذوا مني عينة اليوم صباحا للاختبار مجددا هل لا زال الفيروس موجود او زال، وننتظر النتيجه ان شاء الله. نعم. ولكن انا يعني اذا تسمح لي اود ان اوجه رساله مهمه جدا جدا بحكم اني دخلت في هذه التجربه يعني للمجتمع ككل كمواطنين ومقيمين. هذا استاذ حاتم اللي انا اود ان اطلبه منك، لو ابرز النصائح التي توجهها للمتابعين بحكم تجربتك انت. أول نصيحة أن الإنسان يعني يبتعد عن الهلع والخوف ويتوكل على الله ويصبر، هذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية اتباع التعليمات، الله كفانا الحمد لله بولاة الأمر والأجهزة العاملة والوزارات أنها تبذل جميع المجهودات وتجمع المعلومات، فلما يصدرون أمر معين أو تعليمات معينة أكيد أن هذه التعليمات للصالح العام. أنت شخص عندما تلتزم بتعليمات الأخوان في وزارة الصحة
أن تحمي نفسك أولا وتحمي المجتمع. ممكن شخص واحد يعدي مئات، صحيح، وهذه شفناها على مستوى العالم، يعني شخص واحد ركب في باخرة أو ناقلة وأعدى جميع الركاب وأمور كثيرة. فلا بد أن نستوعب هذه التعليمات لمصلحتك أنت أولا، مصلحة الناس المحيطة بك، أخوانك، أهلك، أقاربك، أهل مجتمعك. يعني الحمد لله، يعني بعد صدور الأمر الكريم بحظر التجول أمس، إن شاء الله أن الجميع الآن بعد هذا الأمر تحديدا يعي حجم الرسالة. حتى في الأوقات المتاح فيها التجول، هي متاحة للضرورة القصوى، صحيح، يعني الحكومة والأخوان في وزارة الصحة لا يطلبون منك شيء، يطلبون منك فقط الجلوس في بيتك في منزلك والهدوء. وبهذا الأمر هذا أكبر عامل مساعد، يساعد الوطن، يساعد الناس، يساعد الأخوان في وزارة الصحة. صحيح، الأخوان في وزارة الصحة يبذلون مجهودات عالية جدا 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 لخدمتنا، ولا يريدون مننا إلا الالتزام بتعليماتهم لفترة معينة إن شاء الله، وتزول هذه الجائحة عن الوطن والعالم بحول الله. بإذن الله. إذن الأستاذ حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق، ندعو الله لك بالشفاء العاجل، وبإذن الله أن تعود لأسرتك ولمحبينك وأنت بصحة وسلامة. أكدت مديرية الأمن العام أن كافة القطاعات الأمنية باشرت تطبيق الأمر بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في جميع مناطق المملكة، وأشادت المديرية بالتعاون الملموس والتجاوب الإيجابي الكبير من المواطن والمقيم في الالتزام بذلك لمنع التجمعات التي تعد سببا مباشرا لنشر فيروس كورونا، مما يدعو إلى التفاؤل بالوصول إلى النتائج المأمولة بمشيئة الله. كما نوهت بأنه تم تطبيق عدد محدود من العقوبات بحق المخالفين والتعامل معهم في حينها. عم الهدوء مناطق المملكة وشوارعها بعد دخول الوقت المخصص لمنع التجول الجزئي، والذي جاء ضمن القرارات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا. المزيد في التقرير التالي. هكذا بدت شوارع المملكة منذ الساعات الأولى لتطبيق قرار منع التجول الجزئي حتى صباح اليوم. القرار الذي أتى تحقيقا لسلامة المواطنين والمقيمين من خلال مساهمته المثبتة عالميا في الحد من انتشار فيروس كورونا، لاقى ترحيبا واسعا وامتثالا عمليا من قبل أفراد المجتمع، مما دلل على مدى وعيه وعمق استشعاره للمسؤولية. رجال الأمن الذين شكلوا خلية حيوية انتشروا في مختلف الأحياء وبكافة مناطق البلاد، سهروا ليضمنوا أمان أهلها وصحتهم، حيث يطبق القرار من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا على مدى 3 أسابيع ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس. طريق الملك فهد على سبيل المثال، والواقع في قلب العاصمة الرياض الذي طالما تميز باكتظاظ السيارات فيه، ظهر خاويا إلا من بعض دوريات الأمن التي تتابع تطبيق المنع. مشهد تكرر في مختلف المناطق والطرق ليؤكد على مدى التكاتف البناء بين كافة الشرائح بهدف تحقيق الأمن الصحي، لتكون هذه الخطوة بادرة نحو الخروج بنا جميعا من هذه الجائحة. نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل. مرة أخرى في نشرة أخبار المساء،
أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن سعد أمير منطقة نجران بالتزام أهالي المنطقة وتجاوبهم على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا. وأكد سموه لدى استقباله اليوم رئيس النيابة العامة بالمنطقة أحمد الأسمري ومدير شرطة المنطقة اللواء سعيد أبو ذيبة أن المخالفات التي جرى رصدها بالمنطقة على المخالفين لتطبيق هذه الإجراءات لا تمثل وعي الأهالي، مشددا على تطبيق أقصى العقوبات على المتساهلين في الالتزام بتنفيذ الأوامر والتعليمات أو مسربي معلومات وخصوصيات المرضى أو مروجي الشائعات، سواء صدرت هذه المخالفات من أفراد أو مؤسسات. اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم على تقرير عن حالة منع التجول في يومه الأول بالمنطقة خلال ترأسه للاجتماع الأمني للاستماع والاطلاع على الخطط الأمنية المتخذة في هذا الشأن ونتائج هذه الخطط، مبديا سموه رضاه على نتائج هذه الخطط في عموم المنطقة، ومقدما شكره لكافة سكان المنطقة على تجاوبهم المميز مع قرار منع التجول ولكافة القطاعات الأمنية والحكومية العاملة في الميدان، مثمنا الدور الذي يقومون به. ومن جهة ثانية، أطلق سمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم دمي مبادرة تبرع بلا تجمع تحت شعار خليكم حنا نجيكم، والمنفذة من قبل جمعية أصدقاء بنوك الدم بالشراكة مع إمارة المنطقة والتجمع الصحي بالمنطقة ودعم مؤسسة السبع الخيرية لتعزيز التبرع بالدم من خلال زيارة المواطنين بمنازلهم. واستمع الأمير فيصل بن مشعل عن تفاصيل المبادرة مؤكدا سموه على أهمية مثل هذه المبادرات الخادمة للمجتمع، وثمن ما تقدمه مبادرة تبرع بلا تجمع، مشيرا إلى ضرورة تعزيز ثقافة التبرع بالدم وتوعية أبناء المنطقة بطرق الوقاية من فيروس كورونا. حثت سفارة المملكة لدى بريطانيا المواطنين المقيمين في المملكة المتحدة على اتباع التعليمات والإرشادات الجديدة الصادرة من الحكومة البريطانية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وأكدت السفارة أنه وفقا لإجراءات الحكومة البريطانية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والملزم تطبيقها ابتداء من هذه الليلة، يتوجب عدم مغادرة المنزل إلا لشراء الأغذية والدواء، مشيرة إلى أن المحلات التجارية الأخرى كافة ستغلق، كما أنه يمنع التجمع لأكثر من شخصين في الأماكن العامة، ومن يخالف ذلك سيتعرض للعقوبات. دعت الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة الطلاب السعوديين الدارسين في مصر إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المعنية فيها بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا والعمل على توفير الحماية الجيدة لهم. وأكدت الملحقية في بيان لها اليوم أنها تسخر كافة جهودها لمتابعة الطلاب السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية بشكل مستمر والعمل على مساندتهم ومساعدتهم سواء على مستوى الدراسة أو المعيشة أو طرق الوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي في جميع مطارات المملكة على مدار الساعة، وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية إلزام المستفيدين وشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد. واتخذت الجهات المسؤولة كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم وتطهير مرافق المحطات الخاصة بالشحن الجوي في مطارات المملكة وعمل نقاط فحص طبية في جميع المحطات للعاملين والزوار، إضافة إلى تزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية والوقاية لتسيير تدفق السلع والخدمات لمدن المملكة بكل سلامة وأمان. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إعفاء جميع المنشآت من غرامات التأخير لاشتراكات شهري فبراير ومارس للعام الجاري المستحق سدادها خلال شهري مارس وأبريل، واستشعارا منها لما تمر به منشآت القطاع الخاص من ظروف مالية بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا المستجد. وأشارت إلى أن هذا الإعفاء لا يمتد لغرامات التأخير المفروضة عن أي شهر يسبق الشهرين الموضحين مسبقا، على أن يتم استئناف احتساب غرامات التأخير اعتبارا من 15 من مايو من العام الجاري.
عكف صندوق تنمية الموارد البشرية هدف على تجهيز قنوات إلكترونية لتسهيل تسجيل واستفادة منشآت القطاع الخاص من مبادرات الدعم الحكومي لتمكينها وضمان استقرارها وتنمية أدائها، وذلك ضمن التدابير العاجلة التي أعلن عنها لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا. وأوضح الصندوق أنه سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة آليات الاستفادة من مسارات الدعم المعلنة لمنشآت القطاع الخاص، مؤكدا تقديمه كامل الدعم للمنشآت انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين ولضمان عدم تأثر المنشآت في ظل مكافحة الفيروس. وقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة على المنشآت التجارية المستثناة من منع التجول لأجل التأكد من استمرار الأعمال المقدمة للمستهلك، وتشمل هذه المنشآت كلا من البقالات والهايبر ماركت ومحال بيع الخضروات والفواكه ومحال بيع الدواجن واللحوم ومحال بيع الأسماك والمخابز ومحطات الوقود. وأكدت الوزارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون وتدفق إمدادات السلع التموينية ضرورية، وأن بإمكان المستهلكين استخدام التطبيقات الإلكترونية للتوصيل خلال فترة منع التجول وطلب كل ما يحتاجونه من سلع تموينية واستهلاكية من خلال هذه التطبيقات. وأكدت التجارة أنها مستمرة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال 24 ساعة عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات. كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن جهودها التي تضمنت الجولات الرقابية وأعمال الإصحاح البيئي ونظافة المدن، وذلك في إطار الجهود الاحترازية التي اتخذتها الأمانة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ورفع مستوى الإجراءات الوقائية للمواجهة. وأشارت أمانة المنطقة أن الإدارات المعنية وجميع البلديات في المدن والمحافظات عملت منذ وقت مبكر على تطبيق الإجراءات وتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس من خلال تطبيق القرارات الحكومية الخاصة بالإغلاقات ومتابعتها، مؤكدة أن الخدمات التي توفرها الأمانة قائمة خلال فترة التعليق من جميع القنوات الإلكترونية المتاحة. نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في نشرة أخبار المساء من قناة السعودية. أعلنت الحكومة المصرية اليوم فرض حظر تجول جزئي في البلاد لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم غد الأربعاء. وأوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأن كل المواصلات العامة والخاصة ستتوقف خلال فترة الحظر، إضافة إلى إغلاق إدارات الخدمات الحكومية للمواطنين باستثناء مكاتب الصحة، كما ستغلق كل المحلات والمراكز التجارية بشكل كامل باستثناء المخابز والصيدليات ومحلات البقالة. هذا وأكد مدبولي على تطبيق قوانين الطوارئ بشكل صارم على كل من يخالف قرارات الحظر خلال الفترة المعلن عنها. ونبقى في الشأن العربي الخاص بجائحة كورونا، حيث أعلنت الكويت حالة إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 191 حالة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية إن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية أصبح 152 بعد أن ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 39. وفي عمان تم تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تماثلت 17 حالة للشفاء. وفي آخر إحصائية إماراتية أعلن عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب شفاء 3 حالات. وفي الجزائر أعلن تطبيق الحجر الصحي العام على محافظة البليدة غربي العاصمة الجزائرية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد مع منع التنقل، إضافة إلى فرض حظر تجوال جزئي في العاصمة. أما في مصر فقد ارتفعت عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا كوفيد-19 إلى 96 حالة، كما تم تسجيل 39 إصابة جديدة.
أعلنت الصين عزمها رفع الإغلاق عن مدينة ووهان في مقاطعة هوبي مركز تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما تواصلت الإجراءات المشددة في عدد من الدول الآسيوية للتقليل من الإصابات التي ما زالت تشهد ارتفاعا كبيرا. بعد شهرين على فرض إجراءات عزم عليها نتيجة فيروس كورونا المستجد، أعلنت السلطة الصينية عزمها رفع الإغلاق عن مدينة ووهان بمقاطعة هوبي، وذلك بعد أن كانت تسجل حالات إصابة كبيرة بشكل يومي. وقالت السلطات إنها ستخضع أي شخص يدخل إلى العاصمة بكين من الخارج للحجر الصحي في ظل ارتفاع حالات الإصابة بين الوافدين الجدد. كوريا الجنوبية سجلت 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع زيادة الحالات القادمة من الخارج، فيما تجاوزت الإصابات حاجز 9000. في تايلاند التي أعلنت حالة الطوارئ، سجلت السلطات الصحية 106 حالات جديدة وثلاث وفيات، فيما أعلنت ميانمار تسجيل أول إصابتين. وفي ضوء الانتشار السريع للوباء في آسيا، دعت اليابان إلى ضرورة إنهاء وباء فيروس كورونا العالمية قبل أن تبدأ في استضافة فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو. وكانت اللجنة الأولمبية الأمريكية قد دعت إلى ضرورة تأجيل الأولمبيات بسبب مخاطر التقاط العدوى، في حين قررت بعض الدول عدم إرسال الرياضيين إلى الألعاب المقررة في 24 من يوليو القادم. في جنوب آسيا المكتظ بالسكان، أعلنت الهند وقف الرحلات الجوية وغلق المدن الكبرى مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب المرض. خبراء الصحة حذروا من أن قفزة كبيرة في الإصابات قد تكون وشيكة في الهند، خاصة بعد أن أمرت السلطات في نيبال بإغلاق جميع المعابر الحدودية البرية مع الهند والصين. أما في باكستان التي قفز عدد الإصابات لديها إلى 887 حالة، بدأت السلطات في كراتشي بتسيير دوريات في الشوارع بعد فرض إغلاق كامل لمدة أسبوعين في جنوب البلاد. الحكومة الباكستانية حثت السكان على البقاء في منازلهم وسط استعدادات بفرض قيود على مستوى البلاد لاحتواء انتشار الفيروس. وإلى إيران، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 222 حالة تصل الحصيلة الإجمالية الرسمية للوفيات بفيروس كورونا الذي طال كافة المحافظات الإيرانية إلى 1934. في الوقت ذاته أعلنت السلطات إصابة 1762 شخصا في رقم قياسي للإصابات خلال يوم واحد، ليبلغ عدد المصابين بالمرض أكثر من 24,000 حالة. وتعتبر إيران إحدى الدول الأكثر تضررا بالفيروس مع إيطاليا والصين وإسبانيا، لكنها ترفض على عكس تلك الدول الثلاث فرض إجراءات عزل أو حجر. أعلنت اليابان واللجنة الأولمبية الدولية اليوم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة الصيف المقبل في طوكيو على خلفية فيروس كورونا المستجد، في خطوة غير مسبوقة تطال الحدث الرياضي الأكبر. وأفاد الطرفان في بيان مشترك في الظروف الراهنة وبناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية اليوم، خلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى أن الأولمبياد 32 في طوكيو يجب أن يتم تأجيله إلى ما بعد العام 2020، لكن ليس أبعد من صيف 2021 لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي. وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة اليابانية للمرة الثانية في تاريخها بعد 1960 دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وحددت لها موعدا بين 24 من يوليو والتاسع من أغسطس. في الولايات المتحدة، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسرعة عودة العجلة الاقتصادية إلى طبيعتها رغم الانتشار السريع لفيروس كورونا في الدول المجاورة لبلاده وفي أمريكا الجنوبية.
في مسعى لطمأنة ملايين الأمريكيين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس كيفية إعادة فتح الاقتصاد بعد انتهاء فترة إغلاق مدتها 15 يوماً الأسبوع المقبل. وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا بشكل سريع واستعداد المستشفيات لموجة من حالات الوفاة المرتبطة بالوباء، أكد ترامب بأنه لن يسمح بأن تتحول هذه الأزمة إلى مشكلة مالية مزمنة، وأوضح أن الاقتصاد سيعود إلى طبيعته في وقت أقرب بكثير من 3 أو 4 أشهر. عمدة مدينة نيويورك سيتي بيل دي بلاسو أعلن أن نحو ثلثي إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في مدينته، وقال إن عدد الإصابات قفز بشكل كبير ولم يكن متوقع. ولاية كاليفورنيا شددت من إجراءاتها الرامية للحد من تفشي كورونا بعد الإخلال بقرارات الإغلاق من قبل آلاف المواطنين وعدم امتثالهم بالبقاء في منازلهم. وحثت الولاية السكان إلى الالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة الوباء الذي أودى بحياة 573 شخصاً على الأقل، فيما أصيب به أكثر من 43 ألف شخص، لتصبح ثالث دول العالم تضرراً جراء الفيروس الفتاك. كوبا المجاورة فرضت حجراً صحياً على كل السياح الأجانب المتبقين على أراضيها، وأعلن رئيس وزرائها مانويل ماريرو أن عدد السياح الأجانب بلغ 32,500 سائح، ويتزامن هذا الإجراء مع بدء سريان قرار الإغلاق الجزئي للحدود الكوبية وإغلاق المدارس لمدة شهر ومنع الكوبيين من مغادرة الجزيرة من دون تصريح باستثناء السفر لأسباب صحية. دول في أمريكا الجنوبية كالبرازيل والأرجنتين ما زالت تسجل أعدادا كبيرة في الإصابات وتعاني اكتظاظا في المستشفيات. ولتخفيف هذه المعاناة قامت البرازيل بتحويل واحد من أهم ملاعبها الكروية إلى مستشفى ميدانية للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا بعد أن عرضت الفرق الرياضية منشآتها إلى الإدارات المحلية للمساهمة في جهود مكافحة هذا الوباء الذي أصاب أكثر من 380 ألف شخص عالمياً وقضى على أكثر من 16 ألف شخص. في أوروبا تزايدت حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل مخيف، حيث سجلت إسبانيا اليوم لوحدها أكثر من 6,000 إصابة، وحذرت من ظهور بؤر جديدة للمرض. أوروبا التي تشهد أسرع انتشار لفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوزت حصيلة الوفيات فيها 10,000 شخص. إيطاليا ما زالت هي البلد الأكثر تضرراً، ثم تليها أسبانيا وفرنسا. السلطات الصحية في أسبانيا قالت إن العاصمة مدريد أصبحت الآن بؤرة تفشي للفيروس، وسط توقعات بزيادة الإصابات في البلاد خلال الفترة المقبلة. في فرنسا دخلت حالة الطوارئ الصحية لمدة شهرين حيز التنفيذ، وتضع التدابير الجديدة قيوداً على التنقل والتجمع والعمل بعد أن تسبب الفيروس بوفاة 860 شخص. الحكومة البريطانية التي تسعى للحد من انتقال العدوى حثت مواطنيها على العودة إلى البلاد بأسرع وقت قبل أن يتعذر عليهم ذلك نتيجة سرعة وتيرة إغلاق الحدود وإلغاء رحلات الطيران. وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أعلن إغلاقاً في عموم بريطانيا، وقال إن الوباء يمثل أكبر تهديداً لبلاده منذ عقود. هولندا أعلنت حظراً لجميع التجمعات العامة حتى يونيو المقبل، وسمحت للشرطة بالتدخل وفرض غرامات صارمة في حالة مخالفة الأوامر. فيما شددت رومانيا التي أغلقت حدودها أمام الأجانب من حملات التفتيش للحد من انتشار الفيروس المتفشي في مناطقها.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن ستقتطع مليار دولار من مساعدتها لأفغانستان بسبب استمرار النزاع على السلطة بين الرئيس أشرف غني ومنافسه عبد الله عبد الله. وفي أعقاب زيارة قام بها إلى العاصمة كابول أعرب بومبيو عن خيبة أمل الولايات المتحدة من فشل القادة الأفغان في تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومحذرا من الآثار السلبية لهذا الفشل على المصالح المشتركة وعلى تطلعات الشعب الأفغاني في بناء مستقبل أفضل له. التقى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اليوم في اجتماع افتراضي تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وناقش الاجتماع تبعات جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي وآلية تنسيق الجهود الدولية لمواجهة هذا التحدي. كما تطرق ممثلو مجموعة العشرين إلى تحضيرات قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية والتي ستنظمها رئاسة المملكة بعد أيام قليلة، وذلك لتنسيق الجهود العالمية الرامية لمكافحة الجائحة وما نجم عنها من آثار اقتصادية واجتماعية. مشاهدينا، نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيسة الجمهورية اليونانية بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وترامب يتعهد بعودة العجلة الاقتصادية، وتخوف أوروبي من نشوء بؤر جديدة لكورونا. شكرا لكم متابعينا الكرام على طيب المتابعة، ونذكركم باتباع الإرشادات الوقائية لسلامتكم وسلامة الجميع. في أمان الله.